النهارده عايز اتكلم معاكم عن مثل الزارع. اتعرفنا في الحلقه السابقه على طبيعه امثال المسيح واهميتها وازاي نفسرها. في انجيل متى اصحاح 13 بيقدم السيد المسيح تشبيهات كثيره لملكوت الله. مثل الزارع، مثل الحنطه والزوان، مثل حبه الخردل، مثل الخميره، مثل الكنز المخفي، مثل اللؤلؤه كثيره الثمن، مثل الشبكه المطروحه في البحر. كل الأمثال في الأصحاح ده تقريبا بتتكلم عن توجهات الناس عن ملكوت الله، أو الفروق بين نوعيات الناس في استجابتها لكلمة الله. والملاحظ أن التشبيهات متعددة، تشتمل أنشطة إنسانية كثيرة تكاد تمثل كافة فئات المجتمع اللي كان بيتكلم فيه: الزارعين، الصيادين، والتجار، والمرأة ربة المنزل. وده كان بهدف أن الفكرة تكون واضحة عند كل واحد بأكبر قدر ممكن. في مثل الزارع بيتكلم السيد المسيح عن أنواع مختلفة من الناس، ويشبههم بنوعيات الأرض اللي بتسقط عليها البذور، وكيفية استجابة كل نوع من هذه الأنواع للكلمة اللي شبهها السيد المسيح بالبذور. في الطرق القديمة للزراعة اللي عرفها أغلب المجتمعات الزراعية في ذلك الوقت، كان الزارع بيحمل على كتفه كيس كبير فيه البذور اللي مطلوب زراعتها، ويثقب الكيس ويمشي بيه في الأرض المعدة للزراعة، والبعض الآخر كان بيستخدمه الحيوانات يحملوا على ظهرها كيس البذور أيضا. وبين الحقول كان فيه مساحة من الأرض بتحدد مساحة كل حقل، والمساحة دي كانت بتسمح للمارة أنهم يمشوا فيها خارج الأرض الزراعية. وطبعا لو وقعت عليها بذور ممكن تنبت، لكن لأن الناس بتمشي في الطريق ده ففي الغالب بتدوس على النبتة دي. الأرض المحجرة كانت عبارة عن أرض صخرية وفوقها طبقة رقيقة من الطين، وكان ممكن فعلا لو وقعت عليها بذور أن تنبت، لكن جذورها بتصطدم بالطبقة الصخرية وبالتالي تموت النبتة. الأرض الممتلئة بالشوك، وهي أرض خادعة لأن أصول الشوك بتكون موجودة في الأرض عند حثها، لكن لما بتوضع فيها بذور ينمو الشوك إلى جانب البذور ويخنقها فتموت النبتة. لكن في النهاية تأتي الأرض الجيدة وهي المهيئة للزراعة، فيمكن للنبات فيها أن يثمر. والمثل هنا يحمل رسالة لسامع الكلمة والمتكلم بها. واحد، سامع الكلمة. يحمل المثل لسامع الكلمة تحذير، ويؤكد أن ثمر كلمة الله يتوقف على قلب الإنسان وقبول الكلمة. البعض بتكون عقولهم مغلقة تماما أمام كلمة الله ولا يقبلوا حتى سماعها، والانغلاق ده ممكن يكون سبب الأفكار المسبقة أو عدم المرونة أو الخوف من تغيير الذهن. البعض بيكون عقله خالي من العمق زي الأرض الصخرية، فيسمع الكلمة لكن لا يفكر فيها ولا يقرر البحث أو الدراسة أو الفهم. والبعض الآخر يكون مثقل ومنشغل جدا بهموم الحياة زي الأرض المليئة بالشوك. ويمكن ده يكون أكثر نموذج منتشر في عصرنا الحالي، فضغوط الحياة بتسيطر على بعض الناس لدرجة لا تجعل لهم مساحة أنهم يسمعوا كلمة الله ويعيشوا وفقا لها. البعض الآخر بيكون مهيئ ومستعد للكلمة زي الأرض الجيدة. وهنا يذكر المسيح ثلاث مراحل في تعامل هذه النوعية من الناس مع كلمة الله: انفتاح العقل والاستعداد للتعلم، التفكير والتأمل فيما يسمع، وأخيرا الثمر المتمثل في الأعمال الصالحة وطاعة كلمة الله. 2، المتكلم. والرسالة هنا للخدام. هذا المثل يقدم لنا الرجاء بأن كلمة الله لا تفشل، وأن الحصاد أكيد، وأن هناك بالتأكيد أرض جيدة وعقول منفتحة مستعدة للتفاعل مع تأثير كلمة الله. عدم توقع النتيجة السريعة، لأن هذه الثمار تستغرق الوقت لكي تثمر. وحتى لو كنا في عصر السرعة فمن الضروري ألا يتسرع الخادم أو من يعلم الكلمة ليرى النتائج. أحبائي، إن مثل الزارع هو دعوة لفحص أي نوع نحن من الأراضي، أي موقفنا من كلمة الله. إن كانت هناك هموم تشغلك عن كلمة الله، أو إذا كنت منغلق الفكر والعقل وترفضها، فالأمل الذي يقدمه هذا المثل أنه يمكن لك أن تكون مثمرا فقط إن فتحت ذهنك وعقلك أمام كلمة الله لتستنير بها وتتفاعل مع تأثيرها المغير. فكلمة الله تملك القوى المغيرة.